تقول لي نعم مجلبة له ويحكي لنا واحد نقيم هذا لونترينور مش تاعي لونترينور بالتوصيل يعني لونترينور يدوز حاجة رجع وي أنا قلت له حد الآن هو زوين تفرق الله مذكور أيه ولكن أقول مذكور معاك زوين مفرق ولكن لا اللي زو لونترينور اللي دازو ما عرفوش كيف يديروا أن اللي باص ما عندوش شتم يخدموني على الغاليات وي باص ما كيعطيه زوين في كارديو سميتو هو عنده حاجه واحد اللي عنده مزيان عنده التلاصيق في الدفاع والسقا ماشي ساهل ياك في الدفاع كيزطط وعنده قضيه اخرى عنده كيبغي ديماري كيبغي يمشي بالبالون بحال شي جناح تيبغي ديما كيبغي يدير سلالوم كيبغي ديماري ولكن التمرين متفق معك 100% ولكن بلاتي يا خويا بلاتي يا السي رشيد هل انت ما كنتيشتي لقطات من لعب الوزيز فيلموت كيخدم معاه السونتراج والله انا حاليا ماشي على المدرب لا ماشي في الوزيز يا ربي كان في واش تيران ديال مراكش هذاك ومات المحمديه كان شي كونسونطراسيون عند الرجل وكان فيلموت كيخدم معاه وصوروا لقطات كاع وبينوا كاع في الموقع ديال الفرقه انه كيخدم معاه لي سونتراج كيخدم معاه لي سونتراج يا صاحبي ولكن معاهم ولكن فينالمون باقي دائما شوف عنده مشكل في العبار شي العبار الله يرحم الوالدين باقي ما قارش بالون مزيان ها داك العبار يا اما كره كيضربها وافيه يا اما يضربها ناقصه وهذه عيب كبير حيت الكويري اللي ما عندوش العبار في السونتراج ولا في لاباز راه ناقصه فيه اكثر من 50% 50% يعني ما عندي ثاني تاخير بالغارديان ديال البارح ديال الجزائر علاش ما حبسش البارح؟ حتى انا عندي هذا السؤال هذا صراحه مزيان. صراحه انا ما كنت فرعت بيتي في ليبيا كان معنا كومت انا في الجارديان بيت تيني انا راه كبر من سنيتي 40 عام عندي بعمرك صراحه هذاك غايه مرباح نومبر 1 حاليا في البطوله المغربيه. وي هذه يلاه ذكرى الماتشات اللي لعبت وبان هو احسن حارس في البطوله المغربيه. حتى انا معك. تا انا معاك تا انا معاك تا انا معاك تا انا معاك ونزيد تا انا معاك ونزيدك واحد القضيه انا زنيتي ملي كان باقي رونار ملي كان باقي رونار كانوا ميكو عليه وانا من الناس اللي شاركت في حمله عليه ترجع للمنتخب كنت كنكتب عليه وكنحطو في كنكتب دوك المقالات وكنحطهم في الموقع ديال الجامعه وكنت واحد المره كنكتب بالفرنسي كاع باش يفهمهم رونار وكان كيصلي وعاود عيطوا عليه رونار كان عيط ليه راه كان داه مع المونديال ياك كان عيط ليه المونديال ها ولا والله ما سمعت حتى الله يرحم الوالدين ما سمعت سبحان الله راه سبحان الله بنادم اللي ملي كيطلع شي شويه بحال كيهول جبنا لي كوب على ظهره صراحه ولكن عنده كيدير شي اخطاء اللي ديال المبتدئين كيتفضل لي شي بيوتا وهذاك البيت داك البيت ديال الباح هذاك البيت الثالث الله يرحمه حشومه والله الا حشومه يتماكا واش عقلتي على الماتش ديال الماس الماتش ديال العام اللي فات دا اخر دوره لا عقلتي على داك لافاسانتا ديالهم غادي ماركي على الحداوي ولا بحال داك البيت تماكا على زنيتي الباح بحال هكاك من داك القنت من لونغ الفيرمي ضرب عليه داز تحت من كرشو والله الا حشومه حارس وحارس دولي وسميتو تبارك عليه داك البيت اصاحبي نجمع دوك الليغات نقول لهم الخوت الله يجعل شي بركه شاف حتى انا غنمشي حالي دابا خليو عندكم الجبوان مزيانين قليو الغراض انا رومبلاسون ونأطرهم ونعاونهم ونخدم معاهم في لونطينمون ما كاين حتى مشكل بغيتوني لا ما كاين حتى مشكل انا شوف راه شهر 6 الله يجعل شي بركه وغنشير باللعب اللي يجي يعيبو لهم ما شاء الله عليك لعب زوين البارح زعما عطاك لي راج اللي يجي ولعب خفيف البارح لعب خفيف واقعي تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك ما شاء الله عليك واخا واخا خويا كنشكرك على التدخل ديالك فرصه سعيده رمضان كريم علينا وعليك اخويا شكرا شكرا شكرا, شكرا.